فقرتنا الأخيرة لليوم أهالينا. انتظار المولود ربما من أصعب أوقات الانتظار، حيث أن معظم الأهالي يعدون الأيام تحضيراً للقاء الأول مع فرد العائلة الجديد، ولكن أي مرض أو أي خلل من الممكن أن يصيبه ينغص هذا الانتظار ويضع الأهل أمام ارتباك عاطفي. نعم، كثير من الأطفال ممكن أن يولدوا مع متلازمة داون، كيف نجعل حياتهم مليئة بالإنجاز؟ وهذا موضوعنا لأهالينا، وبداية مع هذا التقرير. خلال الثلث الأول من الحمل يتشوق الأهل لمعرفة كل التفاصيل عن مولودهم، صحته وشكله وجنسه، وقد يلزم الأطباء المرأة الحامل بعدة تحاليل وصور شعاعية للتأكد من سلامة الحمل وخلوه من الأمراض في هذه الفترة. كثيرون يتلقون خبر إصابة جنينهم بمتلازمة داون، فيعتريهم ارتباك بالمشاعر يتضمن القلق والخوف على مستقبل هذا الجنين، وتطرح أمامهم تساؤلات عديدة حول إمكانية توفير الرعاية اللازمة له والتفرغ الذي يحتاجه. وتعرف متلازمة داون على أنها واحدة من الاضطرابات الجينية الأكثر شيوعاً والتي تتنوع حدتها وتؤدي إلى تأخر بالنمو ومشكلات ذهنية خاصة، وتظهر عند معظم المصابين بها مشكلات صحية أبرزها مشاكل الجهاز الهضمي وعيوب في القلب. لكن فهم هذه المتلازمة فهماً صحيحاً والتعامل معها بالإضافة إلى التدخل المبكر في الحالة غالباً ما يحسن حياة الطفل المصاب تحسيناً كبيراً ويساعده على العيش بحياة طبيعية وربما تكون حافلة بالإنجازات والنجاح. مع التطور الطبي والعمل على رفع الوعي حول الدعم النفسي لهؤلاء الأطفال، ربما يعيشون حتى سن 60 مع أسرة وأطفال وحياة اجتماعية كاملة. لا نعرف كيف نتعامل معهم وكيف تصير حياتهم أحسن. معنا بالاستوديو الأخصائية النفسية ريم صباغ. أهلا وسهلا فيك ريم. يا هلا فيكم. مساء الخير. أهلا وسهلا. مساء النور. شو أول شيء لازم نفكر فيه عندما نرزق بمولود معه متلازمة داون؟ أول شيء أنه هو له الحق بأنه يعيش مثله مثل أي طفل تاني. وهو على فكرة لا يقل ذكاء عن الأطفال العاديين. كتير غلط إنه الأهل تعتبر هذا الشيء اللي يعني الطفل يلي إجاهن معه متلازمة داون هو حيكون عبء عليهم. بالعكس، يعني هو يكون ممكن يكون مصدر فخر لإلهم أكثر من أي طفل عادي أو طفل طبيعي. يعني خلينا نقول فعلا شفنا تجارب كتير كانت ناجحة مؤخرا، حتى كتير انبسطت لما شفنا بسوريا كان إنه عم يحاولوا يدمجوهم بالمجتمع وعم يطلع معهم كان أنشطة أو شغلات أحلى من يمكن أو يعني أميز من الأطفال العاديين. وبالنسبة لتحصيلهم بالمدرسة، هل هو نفس الطفل العادي؟ هلا أكيد ما حيكون نفس التحصيل بنفس خلينا نقول بنفس السرعة، بس هن حيحسنوا يلحقوا، بيحسن يعني بالأخير ممكن يقرأ يكتب يعمل الأشياء الأساسية. بس الأكثر من هيك، هلأ نحن بنعرف أنه الذكاءات متنوعة عنا بشكل عام متنوعة، فممكن هو إذا مثلا كتحصيل دراسي قد يكون أقل من غيره أو من الطفل العادي، بس هو عنده ذكاءات تانية نحن ممكن أنه نستفيد منه. موجودة عنده يعني أحتى. تماما. ذكاء العاطفي بيكون كتير عالي. فحلو كتير أنه هن لما عم يكونوا مثلا بسوريا عملوهم أنه هن كانوا بكوفي شوب، فصاروا يبيعوا الناس ويشتروا يعني يخدموا خلينا نقول على مثل الجرسون أو هيك. فكثير العالم حبتهم، كانوا قراب من القلب، لطيفين، فهذا الشيء حلو كان. هنا كثير مقربين وعاطفيين حتى. تماما. الأهل لازم يكون في عندهم تأهيل معين لاستقبال هيك طفل؟ أكيد. مثل شو؟ أولا روان نفسيا، أنه أنا ما أطلع عليه نظرة أنه هو أقل من غيره، لا بالعكس اتقبله أنا نفسيا لحتى الأطفال لحتى هو يعني ما يحس أنه هو أقل من غيره. تانيا تبلش الأهل يفكروا بحلول بديلة. صارت معنا القصة، طيب أوكي، يا أما أنا هخلي هذا الطفل يضمر وما عاد يكون عنده فرصة
لأنه يكون له دور بالمجتمع، أو أنا بدي بلش دور على الحلول البديلة. ممكن أنه أتعذب شوي للاقي هاي الحلول، بس على الأكيد موجودة، ويلي بيسعى أكيد رح يلاقي يعني. ثالثاً هو الأهم، هي أنه تقبل نظرة المجتمع. بتعرفي نحن خاصة الأمهات بنكون شوي حساسين بهذا الموضوع، يعني إذا كان ماشي معنا الولد فحدا حيجي يقولي يا حرام كذا هيك، هي الأهل حتأثر الأم أكثر حتى من الطفل، تماماً أكثر من الطفل حتى يعني. فهذا الشيء هي لازم من جوا قدي لازم تكون قوية. كتير بنصح الأمهات بهيك حالة أنهم يعملوا مثل جروبات دعم نفسي لبعضهم، فبيقوا فعلا يعني هذا الشيء بيقويهم. للأسف هي ثقافة ما أنا كتير منتشرة، بس لو كانت فعلا بتصير هي بتواجه المجتمع بشكل أقوى. يعني مثلا هي بالجروبات هي الدعم النفسي ممكن تكون عم تضعف، عم تبكي، عم تفرغ، بس بالمجتمع لا بتواجه بتواجه بقوة، بتصير طيب بتلاقي حلول. كيف ممكن نحمي الطفل أو من مين ممكن نحمي لحتى يعيش حياته بشكل طبيعي؟ هل لازم نحميه نحن أو من أقرانه، أو نحطه بدائرة مغلقة، أو كيف لازم نتعامل مع هذا الموضوع؟ هلأ الحماية أولاً حتطلع من عنا نحن، يعني بنرجع بنقول كأهل إنه أنا إذا ما طلعت له نظرة دونية ما رح خلي أي حدا تاني يطلع له نظرة دونية. فمثلاً لو فتت على مدرسة مثلاً وإجت المديرة بدها تقلي والله ابنك هذا ما بيمشي الحال معنا مثلاً، أو مرة من المرات جربنا ندمجه يعني بالمدرسة، فصاروا الأهل يجوا يقولوا لنا إنه لا أنا بخاف بنتي تقلي هذا ليش هيك شكله. فهون دور المدرسة أو الإدارة كتير مهم توعي هي الأهل إنه طيب لحظة شوي، إنه هون بدها تصير الحماية. إنه أنا كنت كمديرة مثلا عندي حلين، يا أما مثلا بدي خلي الولد يطلع، أو بدي أحميه من نظرة المجتمع. فجيت قلت لها للأم إنه طب أولا عن آخرا هو يعني بنتك أو ابنك بده يشوف هذا الطفل. هلا من كلامك نحن معنا مثال حي واقع عن انجاز لعده شابات، ممكن ذكرتي شيء منه حتى، او شباب مصابين بمتلازمه داون وقدروا انهم يديروا مقهى بولايه غازي عنتاب التركيه، واللي استقطب عشرات رواد يوميا. حكيت يمكن على تفاعلهم، خلينا نشوفه مع بعض ونرجع. لعلها الحكاية الأجمل في تلك الحديقة وسط مدينة غازي عنتاب التركية والمعروفة بحديقة الحكايات أو مسل بارك، إنها قصة المقهى السعيد أو موتلو كافي، والذي نجح مجموعة من اليافعين واليافعات في إدارته وتشغيله متخطين الإصابة بمتلازمة داون، ما استقطب عشرات الرواد يومياً. موتلو كافي يرمك. زيارة هذا المقهى من أكثر الأشياء المحببة إلى قلبي. آتي إلى هنا للالتقاء بهؤلاء الأطفال والحديث معهم والاختلاط بهم. تسعدني رؤيتهم جدا وأشعر بإنسانيتي معهم. تعمل فيدان على تقديم الطلبات للزائرين، وتقول أنها سعيدة جدا بانضمامها لفريق العمل في المقهى، وتعبر عن شعورها بالامتنان والفرح. العمل ممتاز هنا، كل شيء يسير على ما يرام. أعملك نادلة وأنا سعيدة جدا بذلك. أشكر فاطمة شاهين وبلدية غازي عنتاب. ويتلقى العاملون أجرا شهريا وتأمينا صحيا، ما يعزز ثقتهم بأنفسهم واندماجهم بالمجتمع الذي بدا متجاوبا عبر ارتياد المقهى ذي الأسعار المخفضة نظرا لكونه أحد مشاريع بلدية غازي عنتاب. عندما أحدثت البلدية مكانا لذوي الاحتياجات الخاصة فيها، فهذا يعني أنها أحدثت مكانا مماثلا لهم في المجتمع أيضا، وفكرت حقا في دمجهم بالمجتمع. أما عن مقهى السعادة فقد اخترنا له هذا الاسم ليشعر الجميع فيه بالسرور، عاملين وضيوف. أطفالنا يعملون هناك، وهذا يعني أنهم قادرون على تقديم الطعام والخدمات للناس جميعا. ونعمل أيضا على تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مشروع مماثل لصناعة الحلويات رغم إعاقتهم، إلا أنهم ملتزمون بأعلى معايير المهنية.
ووفقا للأرقام الصادرة عن منظمة سيندروم، فإن 1500 طفل يولدون مصابين بمتلازمة داون في تركيا سنويا، إضافة ل 100,000 آخرين في عموم البلاد. وتقلق هذه الأرقام البلديات سيما في غازي عنتاب التي تصدت لكسر الصورة النمطية عن الإعاقة من خلال تمكين مصابي متلازمة داون من الاندماج والعمل. يعني مثل ما شفنا أستاذ زريم، هذا أحد المشاريع اللي دمج الأطفال المصابين بمتلازمة داون، وشفنا كيف النتيجة كانت محببة. ما رأيك بهذه التجربة أو بتجارب أخرى مثل دمجهم في وظائف أو في المدرسة، خلينا نقول المستويات الأعلى شوي؟ تمام. الحلو بالموضوع اللي لفت لي نظري بريبورتاج هو تبديل كلمة هلا كنت بدي لكم إياها، هي من المنغولي للمتلازمة داون. أغلب يعني الحمد لله أنه هي الكلمة أصلاً ما بقى تستخدم، حتى كان في سعي بسوريا لتغيير الاسم على الهوية، من كانت من العلامات المميزة هي كانت منغولي، فغيروها لمتلازمة داون، يعني عم يتم تغييرها لتصير انه اسمه متلازمة داون، فهذا الشيء معناته بلش المجتمع يتقبله. تعقيبا على حكيك، كونه بلشنا من نطاق الالفاظ، فمعناته نحن اكيد رح نلاقي لهم فرصه بالوظائف، مثل هي المقهى، مثل يمكن يعني اي شيء بخدمه الزبائن، اي شيء هو له علاقه مثلا خلينا نقول بالترتيب، بالعزف مثل ما كنتي عم تخبريني روان، او اي شيء ثاني هو مهني بنحسن نطلع نحن ذكاء الطفل نفسه وين هو موجود، او الشاب يعني بانه موهبه موجوده، ممكن تمثيل، كنا كثير عم نشوف انه ممثلين عم يكونوا ناجحين وهن من متلازمة داون، فهذا الشيء كثير حلو. بنرجع بنقول انه نحن ما نعامله كهو حاله خاصه، لا بالعكس، هو مثله مثل اي طفل، حقه انه نحن نكتشف وين وين يعني الذكاء عنده مرتفع ونحطه بالمكان الصحيح، بس الاهم من هيك انه نحميه نحن من نظره المجتمع، ومع الوقت عم تتحسن، يعني هلأ أكيد أحسن من قبل بكتير. وهذا الشيء برأيك بيعزز، بيعزز ثقتهم بنفسهم، يعني حتى لو تعرضوا مثلا لمواقف كتير منشوف سماع كلمة منغولي اللي ما عادت يعني متداولة كتير بالفترة الأخيرة، صحيح، بتخلي الأهل والأبناء يمكن يحسوا بقبضة معينة. قد ما رجعت حكيتي مع الطفل ممكن أنه يرجع بسهولة، اندماجه بالمجتمع قادر أنه يكسر هذا الحاجز. شوفي هلا، هو او غير طفل، سواء كان عم نحكي على مقاييس جمال، تمام، يمكن يكون في عنا طفلين، واحد ابيض وواحد اسمر، العالم ميالين للطفل الابيض، والطفل الاسمر يمكن ما بياخذ نفس درجه الاهتمام والدلال تبع الطفل الابيض. هون بترجع لقديش فعلا نحن قادرين انه نعزز ثقته بنفسه من خلال المهارات اللي هو قادر انه يعملها. نفس الشيء الطفل المتلازم الداون، انه انت شوف عم تحسن تعمل شيء، مثل مثلا تجربة المقهى، انه انت عم تحسن مثلا تعمل شيء غيرك يعني مشتهي مثلا ممكن يكون محلك، فهذا الشيء. وسبق قلت لك هن كثير ناس بسيطين، فبيتصرفوا جدا على يعني بساطتهم خلينا نقول، فحلو انه نحن نعطيهم هي الفرصة ونخلي المجتمع هو يتقبلهم. نعم. فبالعكس يعني بتكون تجربة جدا، مثل شركات الألبس عملت كمان آخر فترة، خلت أقسام منهم يكونوا كموديل تماما، حتى كرسومات بلش الرسامين يتخيلوا لك رسومات هي فيها أطفال متلازمة داون. ليه؟ لسبب أنه بالأصل كان الخوف من الأهل، يعني أنه أنا كنت أخجل بابني، صح. تماما. بس لما بلشت هي التجارب تطلع ويشوفوا الأهل أصلا كيف درجة تقبل المجتمع، بلشوا هنا يعرضوا أولادهم أنه أنا ابني مثلا عنده هي الموهبة، أنا ابني كذا، بلشت شوية تشوف الأمهات. تماما. بس أنا بنهاية حوارنا بدي نصيحة منك للسيدات أو للأمهات اللي بيتجنبوا دمج أطفالهم مع أطفال المتلازمة الداون. نصيحة أولاً عن آخراً، هن رح يطلعوا ويشوفوا الأطفال يلي هن ممكن يكون شكلهم شوي مختلف عنهم، أو حكيهم ممكن شوي يكون مختلف عنهم. وعي الطفل، لأنه الطفل جداً ذكي، لحتى هو يتقبل هاي الفروقات، وحتى بالعكس يندمج معه بالشكل الصح. التوعية هتبدأ من عندك مهما كان العمر صغير، كل ما وعيتيه لهذا الشيء كل ما هو على الكبر
رح يطلع شخص مبادر لأنه هو يروح ويندمج مع هدول الأشخاص. وقد يمكن هذا الطفل اللي أنت زرعتي فيه هي البذرة من هو صغير على الكبر يعمل شيء مشروع جدا مهم لدمج أطفال متلازمة داون مع الأطفال العاديين. خلينا نتقبل كل الناس يعني خلينا نربي أولادنا على تقبل الجميع يعني. طبعا صحيح هي بيقدر المجتمع هي أهم نقطة لأنه ما حدا خالي فينا أكيد طبعاً يعني صحيح. تمام. شكرا لك الأخصائية النفسية ريم صباغ على المعلومات القيمة. أهلا وسهلا لوجودك معنا. أهلا فيكم. فيكم تتابعونا أكيد على موقعنا syria.tv وعلى منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. نشوفكم بكرة بنفس التوقيت. إلى اللقاء. إلى اللقاء.